أحمد بلال القيادي باتحاد الشباب الاشتراكي ليلقي علينا برنامج بقى البرنامج العمالي. الحقيقة عنوان مؤتمر النهاردة مصر التي تنتظر الرئيس هو مش عنوان مؤتمر، وإنما عنوان مبادرة أطلقها اتحاد الشباب الاشتراكي خلال الأسبوعين الأخيرين، وتضمنت عدد من ورش العمل مع أصحاب المصلحة الحقيقيين اللي هم ليهم الحق في طرح برنامجهم على الشخص الذي سيكلفه الشعب المصري بخدمته من موقع رئيس الجمهورية. وبالتالي نحن لا نطلب من أحد، نحن نكلف، ونحن نكلف لأننا أصحاب أو أعضاء الجمعية العمومية لشعب مصر. النقاط المطروحة في البرنامج العمالي هي نتاج ورشة عمل تم عقدها في مدينة المحلة الكبرى مع قيادات عمال غزل المحلة وقيادات عمال القطاع الخاص لطرح رؤيتهم في تطوير القطاع العام المصري وطرح رؤيتهم في حل مشاكل الطبقة العاملة المصرية. العمال طرحوا برنامج من 8 نقاط هختصرهم. النقطة الأولى ضرورة البناء على المواد الخاصة بالعمال في الدستور ومراجعة كافة التشريعات المنظمة للعمل وحقوق العمال، على رأسها القانون رقم 12، القانون رقم 203، القانون رقم 35، القانون رقم 159، إضافة إلى قانون الاستثمار، والذي ينص على أنه لا يحق لأي طرف ثالث التدخل في أي تعاقدات بين الحكومة والمستثمرين. وفي هذه النقطة تحديداً أود أن أقول أن الحكومة في هذا الوطن لا تملك شيء، ويجب على من يحكم البلاد أن يدرك أنه لا يملك شيء. من يملك هو الشعب المصري، وبالتالي من حق الشعب المصري أنه يتدخل في أي صفقة تبدو له مشبوهة أو تبدو له لم تأتي له بحقوقه كاملة من أجل وقف بيع هذه الصفقة والطعن عليه. أيضاً النقطة الثانية ضرورة تطهير الدولة والقطاع العام من الفساد، الفساد الذي أصبح أكبر مؤسسة موجودة الآن في مصر ومتغلغلة في كافة مؤسسات الدولة ومفاصلها. النقطة الثالثة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور على كل من يعمل بأجر في مصر. 4 إعادة هيكلة القطاع العام وضخ الاستثمارات وتطوير منتجاته ووقف سياسات الخصخصة وتفعيل الدولة كمستثمر في هذا القطاع اللي هو القطاع العام. 6 ضرورة دعم الدولة للمنتج المصري وعملها على حمايته في المنافسة. 7 رفع كفاءة التعليم الفني والاهتمام برفع وعي العمال. 8 الالتفاف حول مشروع تنموي قومي مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.